Even as the stars and the moon collide and the sun refuses to shine, I still dream of you and I. I can't let you go. I cross the ocean, reach the land. I give my life just to be your man. I walk right through the fire so I can let you know. I can't stop missing you. You were in all ways. You'll be the one who brought life into me. Stay beside me and don't believe me if I ever tell you I could forget you. Of love, and you're the greatest I ever saw. I stay in love no matter, and I'd be waiting. If time were set to rest, and I would love to recreate memories of you and me engraved in me. I can't stop missing you. You were in all ways. We'll be the one who brought life into me. Stay beside me and don't believe me if I ever tell you I could forget you. Even as the stars and the moon collide and the sun refuses to shine, I still dream of you and I. I can't let you go. I cross the ocean, reach the land. I give my life just to be your man. I walk right through the fire so I can let you know. رجعنا لكم تاني على 108 اف ام. لسه معانا نجم ستار اكاديمي محمد باشا. محمد كمل حكي. يلا بقى مساء الخير على الناس اللي مساء الخير على الكل. انا هقول ديما باشو فرح الباشاويه شاشو احمد ايه ده علاء علاء محمد كمان كده ننزل كمان لتحت ديما هنقول ده كمان ديما موجوده نفسها. هو على فكرة انا عايز اقولك ان في ناس بتبعت كذا مرة علشان نلحق نقراهم بس احنا نقراهم ما تلاقوش. علاء بيقول والله يا محمد جمهور كبير من الشباب بس احنا ازاي نوصلك. هو بيعلق على المكالمة الوحيدة الصوت الرجالي الوحيد اللي جه. جمهور كبير من الرجال بس شكرا يا علاء. نور احمد بيقول نور احمد كمان تحية لمين اللي شوشو برضه تحية لأحمد عزت كمان اللي فانز هو بيسأل على ان احنا عايزين نستضيف كمان احمد عزت وطبعا نسمة اللي بنقول لها الف مبروك على الفوز بستار اكاديمي كمان. في برضه لو تحب تقرا في شوشو احمد وفي اريج محمود وجهلكم تحيات عن جد بالنسبه لجد الفانز على بالاخص على الفيسبوك عن جد يعطيهم الف عافيه. عم يشتغلوا شغل كثير حلو متابعين كثير شغلات دائما عم بيكونوا معي دائما. تمام. ليلي البشاوي بتقول لك محمد ليلي البشاوية وفي كمان جيني لرش وفي تاني علاء وفي اماني النجار وفي ياسمينة سعيدي كانت لسه انا للاسف فوتها. هي كل دول يعني بشكره فيك جدا ومعجبينك محمد. محمد انت الموضوع ده بيبقى صعب شويه لما بعد كده انت دلوقتي مش مرتبط ومش متجوز يعني لا مش مرتبط. تمام. الموضوع الفانز البنات الكتير قوي ده بتتعامل معاه ازاي؟ يعني تعودت صراحه تعودت يعني في كثير شغلات كانت تيجي تفاجئ منها يعني بس انه تعودت انه عن جد في ناس بتحب محمد باش، في ناس بتحبه كصديق، في ناس بتحبه غير شيء بس انه اكيد لا اكيد دائما بتقبل هذا الشيء ودائما انا معهم بجرب اني جد راعي مشاعرهم اكيد. فانا بالاخر يعني بالاخر ما عاد لدرجه انه اكون ملك حالي فانا اكيد في شيء مني ملك لهم يعني. مرتبط بالجمهور يعني اكيد طبعا. ويعني زوجتك هتبقى متقبله الموقف ده؟ لازم تكون متقبله الموضوع ده. ده بالعافيه يعني. بالظبط كده. معانا تليفون من منين؟ من اليمن؟ من اليمن. الو الو مرحبا محمد. يا اهلا حبيبي مين معنا؟ جنة عدن. يا جنة عدن كيفك حبيبي؟
مرحبا، كيفك انت؟ يعني انا ماشي حال الحمد لله. كيف اليمن وكيفكم انتم باليمن؟ نحن مبسوطين، نحن مبسوطين بسماع صوتك يا حبيبتي. يلا ان شاء الله تسجيل لعنا سوريا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كلنا قاعد. بس بدي اول باركتك على الهيمة. شكرا. وعلى الاغنية الحلوة الحمد لله. وانت دايما رفع راسنا، لانك ما بتختار الا الشيء اللي بيليق بمحمد باز وبنقضي جمهوره. ان شاء الله دايما نكون هيك، وان شاء الله دايما نكون قد المسؤولية يا حبيبتي. ان شاء الله. وانت مع الجمهور في اليمن سمعان، كلهم بيسألوني عنك، بس بحكم اني يعني بتواصل كتير في المنتدى والفيسبوك. ايه. فكنت بحكي اخبارك عنك. اخبارك عنك. سلميلي على الكل، وان شاء الله هيك اعرف فرصة تجي نقدر نطلع اليمن نشوفكم باليمن اكيد ان شاء الله. وان شاء الله يا محمد، وربنا يحميك ويوفقك ونشوفك من نجوم العالم ان شاء الله، ونحن وراك من الاخر مهما حصل. شكرا جنة عدن، شكرا لك حبيبي. شكرا. وبتشكر كل طاقم العمل اللي وصلوني بيه. يا حبيبة قلبي. شكرا لك. نشكر ابراهيم عثمان وفاء حامد، هم الموجودين بيدخلونا التليفونات دي. نشكركم شكرا جزيلا. طبعا بس انت عامل فاتح فندق يعني اثر في فندق وريستورانت بيك باشور، زي بيت عربي قديم من فاكر بيوت تبع البيت الشامي القديم اللي فيه البحر وفي الليوان والعاد. الشاب بتشوفهم بالمسلسلات كلها القديمه. الموضوع ده يعني بعدك عن الفن شويه، ان انت فنان ومطرب ومؤلف وملحن في نفس الوقت فاتح مطعم. اكيد كفتره معينه، في فتره بعد ما طلعت صار اكاديمي استطلعت، قضيت فتره شوي طويله 5-6 شهور عم كمل تاسيس الاوتيل وعم كمل انه ليكون جاهز، والحمد لله بالاخير فتحنا الاوتيل وكل شيء تمام. تمام يعني الامور ماشيه تمام. انا بارك فيكم. محمد، بتتواصل مع جمهورك وبتحدد اماكن ان انتم تتقابلوا مع الفانز بتوعك لما تيجي مصر من خلال الفيس بس، ولا هل في ناس معينه بيتولوا موضوع الشغل؟ في جد اشخاص انا اعطيهم كل ثقتي، اكيد انه هم يساووا هدول الشغلات، وانا بعتبرهم جد من التيم وورك اللي معي اللي هن اللي اكيد بنضافوا للتيم وورك موجود بلبنان وبسوريا. الي شرف كثير انه يكون في عندي حدا من الشباب والصبايا عم يشتغلوا بمصر، كرمال يخليني اتواصل مع الكل بطريقه حلوه. اكيد هم اكيد وصلوا لكم وخلوني اكون موجود معكم. موجودين جدا وجودك معنا. بس مين المطرب المفضل ليك المصري؟ كمطرب مصري جد من الشباب يعني بسمع الكل، ما في حدا مميز يعني، ما في حدا اقول انه هذا هو الاكثر حدا، بحب بسمع كل حدا، بحب اسمع احلى شيء عن كل حدا. خلينا كده اسمين ثلاثة. بحب حماقي كثير الله يعافيه، هيك امه بالسلامه. بحب اغنيه ستايل، الستايل اللي بشتغل عليه كثير بحبه، وممكن عمرو دياب كمان. انت حابب تغني حاجه لعمرو دياب او حماقي؟ ايه الاغنيه المصريه اللي جايه على بالك كده؟ شوفي شيء مصري يعني. حتى لو انت عايز اي حاجه يعني، ممكن حاجه، ممكن اغني حاجه قديمه مثلا، او حاجه ممكن استغل فرصه نغني حاجه للفنانه سعد محمد الله يرحمه. احنا طبعا هنختم عليها لان احنا للاسف لا ما فيش، بالعكس الوقت مر بسرعه وكان لذيذ. احنا هنختم على صوتك على حاجه مصريه قديمه. اوعدك وانت بعيد، تفضل حبيبي اوعدك دايما فكرك، اوعدك ولا يوم هنساك، اوعدك دايما فكرك، اوعدك ولا يوم هنساك، اوعدك ولا يوم هنساك، ولا يوم هنساك يا حبيبي. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكل شباب الرياضة، وشكرا لكم. لما تبطل تشرق شمس، لما الشجر يوقف هم، لما يذبل كل الورد رح انساكي. مستمعينا كنا معاكم من الساعة 2:30 لحد الساعة 3:30، ومعانا الفنان السوري مطرب ستار اكاديمي رقم 6 محمد باش. كنت منورنا يا باش، شكرا جزيلا ليك. انا شكرا لكم، انا انبسطت كنت معكم هاني. انا في ميادة لكل الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا برجعة الشباب والرياضة، بشكركم كثير، وشكرا لكل اللي كانوا معنا اتصلوا واللي ما لحقنا نقرا المسج تبعهم. رغم انت واحنا بعد ما نخلص. انا رغم شكرا للكل، بشكركم كثير وبالتوفيق للكل. مستمعينا محمد، ان شاء الله المرة الجاية لما تيجي ان شاء الله يكون
يكون الوقت اطول من كده عشان نعرف ناخد منك اكتر من كده. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا كل اللي بعتلنا على صفحتنا على الفيسبوك الشباب والرياضه 108 FM. احنا كنا معاكم النهارده ابراهيم عثمان على الاخراج، وفاء حامد على المكسر، واحنا معاكم نانسي محمود وميادة سمير وهاني حفوت. خليكم دايما على هوا الشباب والرياضه، دايما عندنا جديد. قلبي مخبى اسرار كتير وانت في قلبي سر كبير، رح بحبك مهما يصير بستناكي. لو فرقنا هالزمان وخلقنا بغير مكان، مش رح انسى اللي كان ولا بنساكي.